الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. اللهم اغفر لنا مغفرة عامة تجل عن القلب كل صدى، ورقنا في معارج مدارج. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن اليوم في باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم. وكثير من غير الصوفية يعيب على الصوفية في احترامهم للمشايخ الزائد، لدرجة أن بعض جهلة الصوفية يبالغوا في اعتقادهم في الشيخ مبالغة قد تجعل الشيخ فوق مقامه، حتى أن الناس يعترضون على جهلة الصوفية من أجل ذلك. ففي هناك مغالاة زائدة فتخرج الشيخ عن قدراته التي جعله الله سبحانه وتعالى فيها وعن مقامه، وهذا يأتي من جهلة الصوفية. وهنا من الخاسرين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام الأستاذ عبد الكريم القشيري. ففي هناك مغالاة زائدة فتخرج الشيخ عن قدراته التي جعله الله سبحانه وتعالى فيها وعن مقامه، وهذا يأتي من جهلة الصوفية. وهناك غير الصوفية لا يعتقدون أن هناك أصلا مشايخ يحترم، بل كل رجال هم رجال ونحن رجال وهكذا يقولون، فلا يستفيدون ويحرموا أنفسهم من مثل بركات هؤلاء المشايخ. ولكن القصد في هذا الأمر هو المطلوب. أولا، لا يختلف اثنان على وجوب بر الوالدين. الوالد الذي ولدك كان سببا لخروجك إلى الدنيا، فأنت ولدت بسببه، فوجب في رقبتك حقا له، فصرت تتعبد بإرضائه وتعصى بإغضابه. هذا هو الذي كان سببا لولادتك في الحياة الدنيا، فما بالك بمن أخرجك من ظلمات الجهل إلى العلم. فأيضا كان سببا في ولادة أخرى، فمن علمك كان سببا في ولادة أخرى، فهو أب لك في العلم لأنه جعلك تولد من الجهل إلى العلم. وكذلك من رب روحك حتى جعلك ترتقي في المعاني وتصل إلى مقام الإحسان، فهو أيضا أعانك على أن تولد، فهو والد لك أيضا، وجبت له من الحرمة ما تجب لمن كان سببا في ولادة جسدك، وهو الأب الحقيقي الوالد. فإذا كان الوالد الحقيقي بالنسب وجبت له هذه الحرمة، فكل من كان سببا في ولادتك في أمور أخرى في المعاني من الجهل إلى العلم، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن التدني إلى الترقي، كل هؤلاء لهم حق عليك، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم أسبابا تأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى، والكل له حق. ولذا كانوا يقولون: من علمني حرفا صرت له عبدا، يعني لا أعصاه ولا أملك نفسي معه، بل هو الذي يملكني يتصرف في كيف شاء، كل هذا مقابل أنه علمني حرف. فما بالك من علمك القرآن، من علمك حديث النبي، من علمك المهنة التي تتكسب منها رزقك طول عمرك، حتى شيخك في مهنتك، إذا كنت طبيب أو مهندس أو مدرس أو حداد أو سباك أو أي وظيفة في الدنيا، أو حتى فلاح بتفلح الأرض وعلمك كيف تفلح وتزرع، ثم تتكسب منها رزقك طول عمرك من هذا،
أليس له حق عليك لأنه علمك؟ وهذا من فضل الله عليك أن يسره لك في طريقك فوفر عليك المحاولات التي تفشل غالبا وتنجح قليلا، فبدأت من حيث انتهى هو وأعطاك ثمرة خبرته في مهنته. لا شك أن كل من علمك حرف له حق عليك كبير، كحق الوالد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرك مع والدك ألا تتقدمه في السير، وألا تجلس قبله، وألا تأكل قبله، وأن تدخل السرور على قلبه، وألا تعصى في أمر من الأوامر، وأن تحفظ غيبته وتحفظ حرمته. كل هذا طلبه منك، بل لم يطلب منك ذلك جهة والدك فقط، بل كل ما يحيط بوالدك من أقاربه وجبت صلة رحمك فيه من أجل الوالد لا من أجلهم. فصرت يجب عليك أن تصل رحمك من جهة الأم ومن جهة الأب كناتج عن الأمر ببرهم، لأن برهم هو إدخال السرور عليهم. ولا شك أنك إذا وددت أخ أبيك أو أخته أو أبيه أو أقاربه أو حتى أصدقائه فهو من البر، من أبر البر ود الرجل أهل ود أبيه. فأنت مطلوب ألا تبر أباك فقط، بل كل ما يحيط بأبيك من أقارب ومن أصدقاء ومن أحباب ومن جيران تودهم أيضا. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان برا بسيدتنا خديجة وهي زوجته الأولى، كان يبر أصدقاء سيدتنا خديجة بعد وفاة سيدتنا خديجة بكثير. وكان صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذبح ذبيحة أعطى إحدى جيرانه من النساء، وكان يقول إنها كانت تزورنا أيام خديجة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع أقارب زوجته فضلا عن أبيه وأمه. وأوصى صلى الله عليه وسلم حتى بأهل مصر خير، أهل مصر كلها دولة بحل ليه؟ فإن لنا فيها ذمة ورحمة، لأن أم ستنا هاجر، وشوف أم ستنا هاجر دي جدته فين؟ بينه وبينها ما يقلش عن يعني حوالي 3000 سنة أو 4000 سنة. يعني جدته البعيدة اللي هي أم سيدنا إسماعيل والد نبينا صلى الله عليه وسلم الأكبر أوصى لأنها كانت من أهل مصر، فقال إن لكم فيها ذمة ورحمة. يبقى انظر إلى كيف كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده انتشر بين الناس من علمني حرفا صرت له حرف. هذه الكلمة التي يعترض عليها كثير من الناس، ولكن هي في الحقيقة عبد الخدمة، عبد خدمة لا عبد ربوبية وعبودية، ولكن العبودية لله، ولكن هنا عبد أي خادما له أخدمه. حتى بسبب إساءة الأدب مع من يعلمون الناس، إذا صار التلميذ مع أستاذه وحمل له كتبه يعترض عليه زملاءه ويقول هذا مداهن. انظر كيف يداهن شيخه، هذا شيخه، ده لو رفع حذاءه على رأسه ما قام بحقه. ولكن لو فعل ذلك في الجامعة المعيد مع الأستاذ يعترضون عليه زملاء، في حين أن في الحقيقة هو ده الأدب. ولا يسلك الطريق وينجح فيه إلا الذي يتمسك بالأدب، لأن ممكن الله سبحانه وتعالى يعطي العلم لمن تفرغ له فيعطيه العلم، ولكن العلم رسوم مش حقائق في قلبه. لو لا تتحول رسوم العلم وألفاظه إلى معاني في القلب إلا للمؤدب، أما غير المؤدب فيستطيع أن يتكلم في العلم كثيرا، وقد يعبر أحسن من كثير من المؤدبين، وقد يبهر الناس بتعبيره وبألفاظه وبأشعاره وبكلامه، لكن لا يدخل القلب لأنه لم يراعي الأدب مع مشايخه ولم يراعي الأدب مع أساتذته. فكل من تأدب مع أساتذته ومشايخه وكل من أجرى الله سبحانه وتعالى النعمة على يديه له، لأن تعظيم الوسائط التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لوصول النعمة إليك هي تعظيم للمنعم، وهي تعظيم للمنعم أصلا، لأنه الذي جعله وسائط. لما جعل أبوك وأمك واسطة وجودك في الدنيا أمرك بتعظيمهم وأمرك ببرهم، لما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة الهداية أمرك بتوقيره وتعظيمه وتعزيره، بل ليكون أحب إليك من نفسك وأولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهكذا فيجب على كل إنسان مسلم يتأدب مع كل من أجرى الله النفع على يديه إليه. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعل مع وفد هوازن اللي هم منهم بني سعد، ربع عند بني سعد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى وفد بني هوازن عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أسرى
في المدينة المنورة قرب عام الوفود، بعدما صار رسول الله ظهرت رسالته للعالمين وظهرت قوته وقهره لجزيرة العرب صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل معهم؟ جاءته أخته الشيماء ودخلت عليه، وجاءته أمه حليمة، وجاءه والده من الرضاع فأكرمهم وأحسن وسادتهم، بل وضع عباءته الشريفة لهم على الأرض يجلسون عليه تكريما لهم وإكراما، وحث الصحابة أن يفكوا أسراهم، كل هذا إكراما لهم لأنهم قدموا له خدمة الرضاع في حين أنه هو الذي شرفهم أن رضع عنده، في الحقيقة هو صاحب اليد عليه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجل النعمة وإن دقت، لأنه كان يعامل المنعم لا يعامل الخلق، فهو يعامل الله عنده وحدة الشهود، فإنما تولوا فتم وجه الله، فحيثما توجه صلى الله عليه وسلم هو يعامل ربه في الخلق، فلا بد أن تعامل الحق في الخلق. هكذا هي نظرة المسلم الذي فهم روح الشرع الشريف. ولذا صنف هذا الباب الإمام عبد الكريم القشيري حتى تحفظ قلوب المشايخ الذين علموك وأخذوا بيدك، ويقصد هنا في كتب التصوف الشيخ وشيخ التربية، ولكن الأمر أعم من هذا، لأن هناك شيخ التربية وفي شيخ العلم وفي شيخ المهنة وفي شيخ بقى الولادة اللي هو أبوك الأصلي، يبقى كل دول اسمهم مشايخ، لازم تنظر للأمور بأعم. فإذا كان أبوك الأصلي له حق فشيخ التربية أحق إلى هذه الدرجة. ولذا يقول باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم، يعني إذا أدخلت الغضب على قلب أبيك ماذا يكون حال ربك معك؟ هل يكون راضيا عنك إذا أدخلت الغضب على قلب أبيك، أو غيرت نفسه تجاهك لأنك أسأت إليه وهو الذي ولدك؟ هل هذا يرضي الله؟ لا يرضي الله. كذلك لو غيرت قلب شيخك تجاهك، انظر الآن الطلبة في ثانوي بيعملوا إيه في أساتذته، وانظر الطلبة بيعملوا إيه جوه المدرج في الجامعة مع الأساتذة اللي بيعلمون، لأنهم لم يتعلموا الأدب، فصاروا يحصلون على الشهادات ولا يحصلون على حقيقة العلم، فيتخرج مع الشهادة الكبيرة قوي اللي ممكن يبقى يحتاج يشيلها في عربية بمقطورة من كتر ما هي كبيرة، لكن لا يحكم معناه، لا يحمل أي معنى فيه، وتجده جاهل في أمور كثيرة، ويحفظ. فإذا كانت المسألة حفظ فالكمبيوتر بيحفظ، بل يحفظ أشد ولا يخطئ، الإنسان ساعات يختلط عليه إذا حفظ، لكن الفرق بينك وبين الكمبيوتر أيها الحافظ إنك أنت متأدب بالشرع الشريف، بتتأدب مع مشايخك، فتقوم تأتي الثمرة والبركة، يأتي الثمرة والبركة في حياتك. ونحن نظرنا في حياتنا كلها في أثناء طلبنا للعلم على المشايخ والتربية، كل من احترم المشايخ وأدخل السرور على قلوبهم هو الذي جنى الثمرة بعد سنوات، والذي كان يعامل المشايخ بطريقة فيها نوع جفاء ماتت المشايخ وهو لم يجني شيء، ومرت الدنيا وتاه فيها، تاه فيها بالرغم أنهم حصلوا على الشهادات، بالرغم أنهم حصلوا على المناصب، إلا أنهم ما زالوا تائهين فيه، كل ذلك لأنهم لم يتأدبوا. فالأدب أمر مطلوب هام جدا يراعى، بغير مبالغة زائدة أنه يعتقد بقى أن الشيخ يضر وينفع بذاته زي ما بيدعوا غير المتصوفة، أن المتصوفة بيقولوا ذلك. أبدا، الشيخ لا يضر ولا ينفع بذاته، ولا أحد ينفع ويضر بذاته إلا رب العالمين، ولكن الله سبحانه وتعالى يضر بذاته وبالوسائط، فإذا أراد أن يضر إنسان ممكن يضره بأنه يعني يكون سبب الضرر جاء من أجل غضب والده عليه، من أجل غضب أمه عليه، من أجل غضب شيخه عليه، أستاذه عليه، من أجل حتى إدخال الغم والهم على قلب مسلم لم يمس لك بصلة ولم يقدم لك أي معروف، مجرد مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدق، لأن هذا المسلم حتى ولو لم يمد إليك يده بمعروف، كونه مسلم قواك وعضدك، وإذا صلى بجوارك تضاعفت صلاتك من صلاة فرد إلى صلاة جماعة ببركته، فتصير صلاتك ب27، يبقى هذا المسلم مبروك، فيه بركة كبيرة أنت مش واخد بالك منه، فهو له يد عليك لكونه مسلم فقط. ربما يكون الله سبحانه وتعالى بيرفع سخطه ومقته عنا بسبب بعض الجيران الطيبين،
اللي جنبنا حوالينا، لكن لو ما كانوش دول جيراننا كان ربنا خسفنا ونسفنا. فانت ما تعرفش بركة المسلم فين، فيجب عليك ان تحترم امة النبي كلها. ولكن لا شك ان الذي يجري الله النعمة المباشرة على يديه من اجلك يبقى يكون اشد احتراما واشد وجوبا في توقيره وتعظيمه، لا تعظيمه لذاته ولكن تعظيم المنعم فيه، لانه هو الذي خلقه وانعم عليك به وجعله في طريقك سببا ليأخذ بيدك اليه سبحانه وتعالى. واسألوا الله من فضله، وفضل الله اسباب التي خلقها لنا. فاذا سألت الله الري توجهت الى الماء الذي جعله سببا للري، واذا سألت الله العلم توجهت الى العلماء الذين جعلهم الله علامات ليعلموا الناس، واذا سألت الله الادب توجهت الى اهل التربية لانهم هم سبب ايجاد هذه التربية لك. فاذا توجهت الى الاسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى خلق لك نتائجها لانك تأدبت مع الله سبحانه وتعالى. فيقول باب حفظ قلوب المشايخ وترك الخلاف عليهم. قال الله تعالى في قصة موسى مع الخضر عليهما السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الإمام: لما أراد صحبة الخضر حفظ شروط الأدب فاستأذن أولا في الصحبة. شوف من اللي بيستأذن، أيهما أفضل، سيدنا موسى ولا سيدنا الخضر؟ سيدنا موسى أفضل الخلق على الإطلاق. خمسة مرتبين كده، خمسة مرتبين، بعد كده بقى رتب زي ما أنت عايز، لكن ده بالاتفاق عند أهل السنة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيدنا إبراهيم، فسيدنا موسى، فسيدنا عيسى، فسيدنا نوح، بهذا الترتيب عند مذهب أهل السنة كما تعلمنا في كتب العقائد. فهم دول أفضل الخلق على الإطلاق. أين ترتيب سيدنا الخضر في المسألة؟ سيدنا الخضر في أرجح الأقوال عندنا أنه نبي. في قول ثاني مقابل لهذا الراجح أنه ولي صالح. فعلى قول أنه نبي، أين يكون هذا النبي مقامه من رسول أولي عزم صاحب رسالة؟ كليم الله. يعني لا مقارنة، وإن كان الكل له فضل. ولكن بالرغم من هذا انظر لما ذهب سيدنا موسى بهذه العظمة التي حباه الله بها والدرجة التي رفعه الله إليها، لما أراد أن يتعلم من سيدنا الخضر ماذا فعل؟ استأذنه واستسمحه وصار معه، وإذا جادله في أمر ليستفهم، لا ليجادل ويماري، ليستفهم فقط، يتأسف ويستسمحه مرة أخرى. فما بالك وأنت تماري شيخا؟ بل بعض التلامذة يقعد قدام الشيخ يمتحن بالسؤال ولا يريد أن يستفهم، ويسأله ليمتحنه حتى يصنفه في قلبه وفي ذهنه هو ينتمي لأي طائفة. فهؤلاء الذين يمتحنون مشايخهم ولا يستفهمون منهم يحرموا الأدب معهم. فإذا حرموا الأدب حرموا الفهم عنهم وحرموا علمهم. يوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم الفايدة تجيلهم من جهة تانية، وقد تكون الجهة التانية جهة طويلة صعبة، وده ميسر ليك، ربنا جعله قدامك، يوم انت ترفضه يوم يخلي النفع يجيلك من شيخ في آخر الدنيا، يوم يرهقك وترهق نفسك، يبقى السكة الموصلة إلى الله إيه؟ وانت رفضتها، يوم يديلك سكة تانية بملايين الكيلومترات، هو هيوصلك برضه، بس لأنك رفضت السبب السهل هيجيب لك سبب تاني صعب، لأن أنت صعب، بيعاملك بمثلك، كل يعمل على شاكلته. وعلشان كده الواحد يتأدب مع الناس جميعا، وتستمع للقول فتتبع أحسنه، وتلتمس العذر للمشايخ، وتلتمس العذر للمسلمين جميعا، وتعيش متواضع سهل حين لين مع نفسك ومع الناس ومع جيرانك، عشان تبقى مسلم، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسان ويد، إنما المسلم الثاني اللي بيحل في كل مكان يعمل مشكلة وبيعمل مشاكل، ده مش مسلم، ده مشاكس. ده حقيقته مشاكس وإن كان ظاهره مسلم، فإحنا بنعامله بظاهره. لكن إذا وجد في مكان عمل مشاكل ده مش مسلم بقى. لأنه لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. قال الإمام: لما أراد صحبة الخضر حفظ شروط الأدب فاستأذن أولا في الصحبة، ثم شرط عليه الخضر ألا يعارضه في شيء ولا يعترض عليه في حكم. يعني أنت ما تعترضش على شيخك من أول ما إحنا مثلا جراحين، أنا جراح مثلا شغلتي كده، ساعات يجي نايب عايز يتعلم لسه معايا، يقوم لسه ما يعرفش حاجة في الدنيا، لسه متخرج بقاله سنتين ما يعرفش حاجة في الدنيا، واخد بالك؟ وبعدين يجي يشتغل مع جراح بقاله 20 سنة جراح،
يوم يجي الجراح يعمل خطوة يقول له بتعمل كده يا سعادة البيه، انت فين، انت بدلي عليك بقى فاضل لك 10 سنين، عم تقول لي 10 سنين على ما تقول لي بتعمل كده، لانك كونك ما فهمتش هو ليه بيعمل كده دليل انك انت اصلا لست اهلا لمعرفة العلم بالاشارة. وعشان تعرف العلم بالاشارة دي سرقت على حاجة عالية، وعشان كده تلاقيه بعد ما يشتغل معاك سنة واثنين وثلاثة ويعرف بقى قيمة الشغل تلاقيه يبطل يسأل لو عملت ايه، ما يقولش ليه بتعمل كده، خلاص بقى عرف الشغل تقدم. انما في الاول لانه داخل في الامور برعونة ومش فاهم، يبتدي بقى عايز يفهم نفسه انه فاهم كل حاجة. كذلك تبص تلاقي واحد يجي يدخل زي الجدع اللي كم جلسة كده جاي لسه واقف من بره، ما يعرفش احنا بنتكلم في كتاب ايه، في اي موضوع، في بندي مثال شكله ايه، هو معدي كده بس، فسمع كلمة فوقف يسأل معترض ولا يسأل مستفسر، فما ينفعش، يحرم هو، مش يحرم الخير من الجهة دي، لكن مش هيحرم الخير من الله، لان ربنا رحمته واسعة واحنا نتمنى له الخير يجيله من كل جهة. ولكن انا بقول لك بديك مثال انت عشته مثلا وبتعيشه في حياتك في امور كثيرة. فالواحد ما يعترضش، كانوا زي ما شيخنا يقول لك من اعترض انطرد، التمس العذر قل لعلهم يفعلون هذا وانا لا افهم. مثلا الامام مالك صاحب دار الهجرة قعد سنوات لا يصلي الجماعة، الامام اللي بيعلم الائمة، فلما الناس تيجي وقت الجماعة كله يقوم يصلي والامام مالك ما بيقومش، حاجة غريبة، شيء عجيب ده. فواحد من ضمن الناس اللي هم ما نعرفش اسمائهم، يعني لم يصيروا من المشاهير، سألوا، يعني لما سألوا معترضا لم يستثمر علمه ولا خيره فلم يشتهر، ما سمعناش الامام الشافعي اعترض على الامام مالك، فبقى الامام الشافعي برز، التمس لشيخه العذر وحسن ظنه فيه، كل من حسن الظن في الشيخ ربنا بيكرمه. فلما جاء تجرأ وسأل الامام مالك قال ليس كل عذر يقال، ما في اعذار ترك الجماعة يا اخي كتير، طب ما تفتكر اعتبرني ان انا عندي هذا العذر، يمكن عنده انفلات ريح، لازم يقول للناس كلها يقف على المنبر يقول للناس يا جماعة انا عندي انفلات ريح، يا جماعة انا البول بيسبقني، يعني عايز منه ايه، يعني يفضح نفسه يعني، ولا تحسن ظنك دي احسن، مش كده احسن؟ لكن الناس دلوقتي ايه عندها اساءة ظن، اساءة الظن موجود، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الظن اكذب الحديث، الظن اكذب الحديث، شوف اكثر حديث كذب هو الظن. فلازم الناس تعيش مع بعضها بايه، بحسن عشرة وبحسن ظن في بعضهم البعض. ثم لما خالفه موسى عليه السلام تجاوز عنه المرة الاولى والثانية، فلما صار الى الثالثة والثلاث اخر حد القلة واول حد الكثرة سامه الفرقة فقال هذا فراق بيني وبينك، سامه الفرقة يعني ايه، يعني اراد منه الفرقة، زي ما تقول سامه في البيع يعني اراد الشراء، مش كده برضو، فسامه الفرقة يعني ايه، اراد منه ان يفارقه، قال هذا فراق بيني وبينك. حتى ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، رحم الله اخي موسى لو صبر لتعلمنا الكثير، شوف حتى ادب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قبل ما يقول حاجة فيها نوع لوم، شميمة لوم، يبدأ الاول برحم الله وبعدين يحط اخي موسى، شوف اما سيدنا رسول الله يقول اخي موسى يبقى ده اخوه، يعني معناه يحفظ حرمته قبل ان تفهم المعنى، تحفظ حرمته لان ده اخو النبي. شفت بقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الحرمة، زي ما بيقول نحن اولى بالشك من ابراهيم اذ قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، نحن اولى، نحن يعني مين، يعني النبي وامته، اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وامته لم تشك في قدرة الله، يبقى سؤال سيدنا ابراهيم ارني كيف تحيي الموتى ليس شكا في القدرة، لانك انت لم تشك، سيدنا ابراهيم ايمانه اعلى منكم وانتوا لم تشكوا، يبقى سؤال سيدنا ابراهيم في مقام ثاني غير مقام الشك، افهم، اعلى والتمس العذر. فقال هذا فراق بيني وبينك. اخبرنا ابو الحسين الاهوازي قال حدثنا احمد بن عبيد البصري قال حدثنا ابو سالم القزاز قال حدثنا يزيد بن بيان قال حدثنا ابو الرجال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اكرم شاب شيخا لسنه
إلا قيض الله تعالى له من يكرمه عند سنه كما تدين تدان. مش كده برضو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول افعل ما شئت كما تدين تدان. هنا الأمر هنا أمر إيه؟ أمر زجر، مش يعني بيقولك روح اعمل اللي يعجبك، لا ده بيأمرك زجرا كأنه بينهاك. يبقى هو أمر ومعنى النهي، افعل ما شئت كما تدين تدان، فإذا علمت ذلك لا تفعل ما شئت، كأنه بيقولك لا تفعل ما شئت. شفت بقى يعني بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول بدء كل فرقة المخالفة، يعني به أن من خالف شيخه لم يبقى على طريقته. أي فرقة في الدنيا سبب المخالفة، حتى على مستوى البيت الواحد، الراجل إمتى يطلع مراته أو إمتى الست تخلع جوزها؟ لما بيختلف كده برضو. يبقى أول كل فرقة المخالفة. إيه اللي يخليك تعزل من دارك وتروح حي تاني؟ يحصل خلاف بينك وبين الجيران تقوم تترك المكان ده. إيه اللي يخليك تترك عملك ده وتنقل لعمل تاني؟ يحصل خلاف بينك وبين أقرانك في العمل. يبقى بداية كل فرقة هي المخالفة. لكن لو ما فيش مخالفة في الألفة وفي الراحة وفي السعادة وفي عدم الاصطدام بالواقع وفي المحبة والوئام وفي السعادة في الدنيا وفي الآخرة. يعني به أن من خالف شيخه لم يبقى على طريقته وانقطعت العلقة بينهما، وإن جمعتهما البقعة تنقطع العلقة وإن اجتمعوا في البقعة، يعني ما بقاش في علقة روحانية، بل ما ينتفعش بيه، بل يمكن الحاجات اللي يعملها خير التاني علشان بيخالفه يشوفها وحش، لأن العين بتشوف زي ما في القلب، فلو القلب فيه الموافقة يقوم يشوف كل الموافقات، ولو القلب فيه المخالفة عينه لا ترى إلا المخالفات. مش عين السخط تبدي المساوية، عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. فمن صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة ووجبت عليه التوبة، على أن الشيوخ قالوا عقوق الأستاذين لا توبة عنها. يعني عقوق الأستاذين لا توبة عنها، يعني الشيخ اللي بتعقه مهما توب انت خلاص هتستفيد بس مش من طريقه، يعني حتى لو توب بس مش هتستفيد من طريقه، انت قطعت الرحمة اللي جاي من الباب ده، خلاص تجي لك بقى من باب تاني ما جراش حاجة. كانت هتجي لك من هنا مثلا فايض، هتجي لك من باب تاني قطرات، يبقى انت قطعت الفيض. انت رزقك كده، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. انت كان ربنا هيوسع عليك، عقيت ويقول لك من الذنوب ذنوب ايه يعني تكون سببا في ايه في، فان ان المرء لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، مش الرسول قال كده؟ والرزق قد يكون رزق مادي وقد يكون رزق معنوي قد يكون رزق روحاني، هي المسائل كلها ما هي ارزاق. سمعت الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي يقول خرجت إلى مرو في حياة شيخ الأستاذ أبي سهل السعلوقي، وكان له قبل خروج أيام الجمعة بالغدوات مجلس دور القرآن والختم. يعني كان رايح لشيخ أبي سهل السعلوقي راجع له بعد ما كان سافر، وكان قبل ما يسافر كان الشيخ عامل جلسة بيختموا فيها القرآن كل يوم بعد صلاة الصبح، يدور كده القراءة عليهم ويختموا كل فترة. كان مجلس دور القرآن والختم، فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك المجلس. لما رجع لأنه هو لغى المجلس ده وعقد لأبي الغفاني في ذلك الوقت مجلس القول، وجاب واحد تاني قوال. قوال يعني ايه؟ يعني بيقول أشعار، بيقول معاني كده حلوة زي مواعظ زي آداب، وحطه مكانه ولغى درس القرآن. فدخلني من ذلك شيء، فقمت أقول في نفسي قد استبدل مجلس الختم بمجلس القول، حد يستبدل القرآن بشوية أشعار وأدب؟ ده اسمه كلام، يعني هو إيه جوه قلبه مش عاجبه شغل اختيار الشيخ يعني. فقال لي يوما يا أبا عبد الرحمن ما يقول الناس فيه؟ فقلت يقولون رفع مجلس القرآن ووضع مجلس القول.
فقال من قال لأستاذه لما لا يفلح أبدا. يمكن الشيخ لقى الناس لا تراعي أدب القرآن، والإنسان لما يجلس مجلس القرآن ولا يراعي أدبه هياخد سيئات مش هياخد حسنات، فقال يبقى العالم دي أحسن نقول لهم شوية أشعار عشان ما يقعدوا يتمطعوا ويتوبوا ولا يراعوا الأدب، يبقى ما ياخدوش معاصي لحد ما يتأهلوا ويتأدبوا ان يسمعوا كلام ربنا. يمكن هو شاف هذا محتمل، فاهم؟ او ان القرآن معانيه كثيرة فياضة قد يغرق الانسان فيها ان لم يكن منضبط بعلم وبعصمة، ولكن معاني الشعر تكون منضبطة ضيقة المعنى لانها اقوى البشر، وتكون ساعات يعني اشد فهما للناس من معاني القرآن لاتساع دائرة القرآن في الفهم، فربما يكون اراد ان هو يضيق لهم المعاني تركيزا ليفهموها ثم بعد ذلك يوسع لهم الفيض بعدما يتأهلوا لهذا. مش ربما تحتمل دي وتحتمل دي وتحتمل دي، كلها محتملات. فلازم تلتمس لشيخك الاعذار، لانه شيخك ما قالكش ده انا حطيت القول مكان القرآن عشان انا عندي القول افضل، ما قالش كده الشيخ، ما قالش كده اصلا، لان لو قال كده يبقى كفر، وانت اصلا لا تعتقد فيه انه كافر، ده مسلم ولا يقول ذلك مسلم فضلا عن يقول ذلك شيخ. فيبقى الانسان الافضل ان هو يلتمس العذر للناس. ومن المعروف ان الجنيدي قال دخلت على السري يوما فامرني شيئا فقضيت حاجته سريعا. السري سقط الشيخ سيدنا الامام الجنيدي وخاله، شيخه وخاله، قضوا عمرهم مع بعض ودفنوا الاثنين في حجره واحده، زرتهم في بغداد. سيدنا السري مدفون كده وسيدنا الجنيدي قدامه كده في حجره واحده في بغداد هناك حررها الله. قال دخلت على السري يوما فامرني شيئا، يعني بقضاء حاجه له يعني، فقضيت حاجته سريعا فلما رجعت ناولني رقعة وقال هذا لمكان قضائك لحاجتي سريعا. فقرأت الرقعة فإذا فيها مكتوب سمعت حاديا يحدو في البادية أبكي وهل يدريك ما يبكيني، أبكي حذارا أبكي وهل يدريك ما يبكيني، أبكي حذارا أن تفارقيني وتقطعي حبلي وتهجريني. يعني كأن الشيخ السري لما لقى تلميذه ابتدى يرتقي قوي فحيستغني عنه، فهو بيبكي لاستغناء سيدنا الجنيد عنه، لأن من استغنى بالله أغناه الله. بتبتدي الأول تستغني بالله عن طريق الشيخ مع حفظ الأدب مع الشيخ، يقوم ربنا يغنيك حتى عن الشيخ. فلما سيدنا السري استشعر ان سيدنا الجنيد تلميذه هيفلت منه وهيستغني عنه ترقيا وليس يعني ان قرانا للجميل، فكتب له الشعر ده بيبين له حال نفسه ان هو كان بيشغله في قضاء حاجته علشان يستشعر دوام العلقه به، لان هو مش عايز يفرق، فاهم؟ فبيقول له الكلام ده، ابكي وهل يدريك ما يبكيني، أبكي حذارا أن تفارقيني وتقطعي حبلي وتهجريني. ويحكى عن أبي الحسن الهمداني العلوي قال كنت ليلة عند جعفر الخلدي وكنت أمرت في بيتي أن يعلق طير في التنور وكان قلبي معه. يعني كان قاعد، بيقول أبي الحسن الهمداني العلوي كان قاعد عند جعفر الخالد وكان قال لهم في البيت اذبحوا لنا الطائر ده، الفرخة دي يعني ولا البط، واطبخوها لنا وأنا رايح للشيخ وجاي. فهو لما راح للشيخ قاعد مخه في الأكلة اللي هياكلها، وكان قلبي معه. فقال لي جعفر أقم عندنا الليلة، هو بقى عايز يرجع عشان ياكل الأكل، والشيخ قال له اقعد معانا الليلة دي، لكن قلبه لسه متعلق بالحاجه اللي هيعملوها هناك والطبيخ والحاجات دي. فتعللت بشيء ورجعت الى منزلي، يعني اعتذر وعمل اي حاجه علشان يروح منزله علشان ياكل الاكل. فاخرج الطير من التنور ووضع بين يدي، فخرجوا الطاجن من الفرن اللي فيه الطائر ده بقى مشوي وحاجه جميله، حطوه قدامه. فدخل كلب من الباب وحمل الطير عند تغافل الحاضرين. فربنا حرمه منه، طلع من نصيب الكلب. فأتى بالجواذب التي تحته
كانوا ايه بيحطوا حاجات كده تلزق الطائر في الفرن يعني علشان اما يجي يشوي يفضل لازق في الجواذب دي تجذبه يعني يقوم ايه ما يترقعش ويبعد عن النار دي اسمها الجواذب. فلما جاء الكلب خطفه راح جر الجواذب اللي كانت لازقه فيه زي شوك كده يبقى شبكه فيه يعني فراح طلع فاتحرقه كمان فتعلق به ذيل الخادمه فانصب فراح وقعت. حتى الجواذب دي بيحطوها كده عشان تبعد الطائر عن الصينيه يوم اما يجي يشوي ينزل الدسم بتاعه تحت. فراح ايه الكلب لما خدها جر الجواذب والصينيه اتكبت لا طال الشحم ولا طرع ولا اللحم يعني ما طالش حاجه ولا المرقه ولا حاجه خالص. فانصب فلما اصبحت دخلت على جعفر فحين وقع بصره علي قال من لم يحفظ قلوب المشايخ سلط عليه كلب يؤذيه. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول سمعت ابا عبد الله الدينوري يقول سمعت الحسن الدامغاني يقول سمعت عمي البسطامي يحكي عن ابيه ان شقيقا البلخي وابا تراب النخشبي قدما على ابي يزيد لو سيدنا ابو يزيد البسطامي فقدمت السفره وشاب يخدم ابا يزيد فقال له اللي هو البلخي والنخشبي قالوا للشاب ده اللي بيقدم لهم ايه كل معنى يا فتى فقال انا صائم. فقال ابو تراب اللي هو ايه الشيخ اللي هو النخشبي كل ولك اجر صوم شهر يعني افطر يعني ده ان صام تطوع واحنا بنقول لك كل تسمع كلام المشايخ شو انا صايم تكسر خاطر الشيخ ابوك جاي يزورك وبقاله مده ما بيزوركش وانت كنت صايم اليوم ده تطوع تقوم تقعد تخدم وتاكله وما تاكلش معاه ما مش هينبسط يعني هو هيبقى مبسوط ابوك انه قاعد ياكل وانت واقف كده ما بتاكلش معاه هيتضايق فلما تقعد انت تاكل عشان ترضيه افضل من انك تستمر في صومك لان بقت عباده متعديه والعباده المتعديه ثوابها اعلى لانك انت افطرت من اجل ايه انك انت تدخل السرور على قلبه برا به. المهم الجدع ده الفتى ده قال انا صائم فقال له كل معنى يا فتى فقال انا صائم. فقال ابو تراب كل ولك اجر صوم شهر فابى برضه مصمم. فقال شقيق كل ولك اجر صوم سنه بلاش شهر فابى. فقال ابو يزيد تدعو من سقط من عين الله انتوا قاعدين بتلحوا عليه ليه؟ خلاص هو مجرد انه رفض انه يدخل السرور على قلوبكم وياكل معاكم من اول مره هو سقط من عين الله خلاص بقى سيبوه بقى. فاخذ ذلك الشاب في السرقه بعد سنه فقطعت يده. فاخذ بعد ذلك الشاب في السرقه بعد سنه فقطعت يعني بسبب شؤم هذا عدم تعاطي للمشايخ ومصارعتي في ادخال السرور عليه جعله الله سبحانه وتعالى سببا لظهور خزيه فيه اخذاه فقبضوا عليه في السرقه بعد سنه وقطعوا ايده. يعني شوف انت شؤم اغضاب المشايخ بيجي بعد فترات يبان لان العقوق الذنب الوحيد اللي ربنا بيعجل عقوبته في الدنيا قبل الاخره العقوق. وانا قلت لك ان الشيخ له حق الوالد فلما ما تسمعش كلام الشيخ كانك عقيق فبتبص تلاقي تيجي عقوبته في الدنيا قبل الاخره. سمعت الأستاذ أبا علي يقول وصف سهل بن عبد الله رجلا بالولاية خبازا بالبصرة. سهل بن عبد الله التستري قال لهم على فكرة الرجل الخباز ده اللي شغال في الفرن الفلاني ده رجل ولي هو رجل خباز. فسمع رجل من أصحاب سهل بن عبد الله ذلك فاشتاق إليه فقال والله ما أروح أشوف الولي ده أقابله. فخرج إلى البصرة فأتى حانوت الخباز فرآه يخبز وقد تنقب لمحاسنه على عادة الخبازين. الخباز اللي بيقف قدام الفرن بيحط ايه غطاء كده لوجهه نقاب يعني علشان الهبو بتاع الفرن ما يتعبش وجهه ويأثر على عينه وعلى بشرته. وقد تنقب لمحاسنه على عادة الخبازين فقال في نفسه الرجل اللي جاي بقى يزوره اول ما شافه عامل كده واقف وغبار الفرن على وشه
وواقف يخبز، فقال في نفسه ايه، لو كان هذا وليا لم يحترق شعره بغير نقاب، حتى لو كان ولي كان شعره حتى ما يحترقش بغير نقاب. ثم انه سلم عليه وسأله شيئا، فقال الرجل انك استصغرتني فلا تنتفع بكلامي، وابى ان يكلمه. في ناس كده يعني، كنا احنا ايام ما كنا بنحضر على مشايخنا كانوا بعض زمايلنا نقول لهم يا جماعة الشيخ ده راجل حاجة عظيمة تعالوا احضروا معانا، يوم يجي يطوعنا ويجي يحضر بقى، يبقى قاعد كده نص قاعدة. ليه؟ لانه بيجرب الشيخ، مش عايز يسلم نفسه، قاعد كده نص قاعدة. وبعدين بقى يلاقي الشيخ مثلا ايه نفس، يقول لا ده بينفس، يلاقي الشيخ تف، لا ده بيتف، يعني هو مخه في حركات الشيخ مش في ايه المعاني اللي بيقولها. فتبص تلاقي يحضر مرة اتنين تلاتة يبطل. ونعرفهم الان ليس لهم اي نصيب من العلم الشرعي ولا حتى من العلم الادبي لادب اهل الخصوص، لكن غاية ما هنالك ان هم بيواظبوا على الفرائض وخلاص، وصاروا من العوام. واللي واظبوا مع المشايخ ربنا اكرمهم بامور كثيرة في الدنيا وفي الاخرة، اللي هو كان رايح مسلم نفسه للشيخ كده. انما اللي رايح كده قاعد كده على نص قاعدة ما ينفعش. حتى البنت مع عمها في البيت، تبقى الام مخلفة عدة بنات، تلاقي بنت قاعدة مع عمها كل ما تروح حتة تعمل معها، بتطبق الغسيل بتطبق معها، بتنظف البانية تنظف، تطبخ تعمل، تلاقي هي دي اللي تورث امها، صح ولا لا؟ تورث امها في كل حاجتها، تلاقيها طبقة ماهرة، تلاقيها تربي الاولاد كويس، تلاقيها ست. وانما التانية امها مشغولة ودي قاعدة بتدفر في شعرها، ودي امها مشغولة ودي مش عارف ايه بتتكلم صاحبتها في التليفون، ودي امها مشغولة وطهقانة في البيت، ودي بتلمع جزمتها او بتوضب ضوافرها او بتعمل بيدي كير. بتبص تلاقي ملهاش نصيب بقى من امها دي، حتى يوم ما بتتجوز ما بتبقاش ناجحة زي التانية. مش ده احنا كلنا عارفينه، كلنا عارفينه، لان الام بالنسبة لبنتها شيخة في البيت يعني، وزي الشيخ في المسجد شيخك في العلم، تستسلم ليه وتقعد معاه تاخد منه تورث علم، وشيخك الروحاني المربي تستسلم ليه في توجيهاته. يعني يجي شيخك يقول لك ما تصومش اثنين وخميس، خلاص ما ينفعش بلاش دلوقتي، ما تسمعش كلامه، تفضل تصوم اثنين وخميس وتلاقي نفسك بقالك 30 سنة بتصوم اثنين وخميس ومش مستفيد. لان هو كان قال لك في الفترة دي يمكن شاف ان صيام الاثنين والخميس في الفترة دي بيخليك عصبي شوية، بيخليك تبقى مرهق، ولما بتبقى مرهق وعصبي وانت صايم بتسيء للناس، يجي حد يكلمك تتأمر عليه تتعصب عليه، ليه اصلك صايم بقى ابعد عني انا صايم، قال يعني عامل عاملة ما حدش عاملها غير، يجي حد يدوس على رجله في الاوتوبيس يديله على قفاه لانه مش مستحمل اصله صايم. فجاء شيخك قالك ما تصومش دلوقتي لانك نفسك قوية عليه، لما بتجوع وتتعب وترهق بيسوء اخلاقك، فقال لك بلاش الوقت، لان الصيام اذا كنت بتاخد منه ثواب فبتعمل قدامه معاصي ثانيه كثيره بترجح عليك. فهمت ازاي؟ فهو شايف انك ما تصومش الوقت، خلاص ما تصومش الوقت، اسمع الكلام. انا السيد عبد الله الصديق الغماري زمان سنه 80 كنت غاوى صوم اثنين وخميس، وكنت انا بشتغل كتير في بدايه الجراحه، بنقعد في المستشفى فترات طويله ونبات في المستشفى ونصحى في اي وقت وكده. فقال لي كفايه عليك ثلاث ايام في الشهر تصومش اثنين وخميس. سمعت كلام، ما يجراش حاجه، تسمع كلام، حتى لقيتها حلوه، واحد يبقى ياكل ويشرب حاجه جميله، يعني بركه، المشايخ دول بركه، بيبقى ليه نظره، واخد بالك؟ لان انت ممكن تعمل عباده تسيء اخلاقك في عبادات اخرى، وربنا عايزك عابد في كل الاحوال، وشيخك بينظر لك بالنظره العامه الكبيره، لانه عايز لك الخير، لانه هو ابوك. يعني لعلمك الشيخ زي ابوك، يحبك فوقه افضل منه، شوف قد ايه؟ زي ابوك، الاب يبقى عايز ابنه افضل منه. ويديك عصارة خبرته كلها وانت لسه شباب، وهو خدها وهو فوق الستين، بيديها لك وانت في سن العشرين، وبيديها لك وانت في سن الخمسة وعشرين، فيبقى لازم تحترم هذا منه، يقوم يا ربنا يدي لك البركة. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الرحمن الرازي أبا عثمان الحيري يصف محمد بن الفضل البلخي ويمدحه، فاشتاق إليه فخرج إلى زيارتي فلم يقع بقلبه من محمد بن الفضل ما اعتقد. يعني هو بيكلمه على الشيخ كتير كتير كتير، فايه افتكر الشيخ ده ايه، فلما راح شافه لا الشيخ راجل متواضع قاعد كده، قاعد هو فاهم ان الشيخ ده هيبقى حاوي بقى، يعني يديله شربات يعملوا له فسيخ، يديله فسيخ يعملوا له شربات، حاوي. فلما دخل لقى الشيخ عادي، راجل متواضع قاعد كده عادي، بيروح يتوضى زي بقيه الناس، بيدخل الحمام
بيعطش ويجوع ويتعب، فما شافش الا البشرية. زي الكفار لما شافوا النبي شافوا البشرية، هل شافوا الخصوصية؟ فحببوا بالبشرية. وكل اللي كفروا بالرسل عملوا ايه؟ شافوا الرسل بشر، ما هذا الا بشر مثلكم يأكلوا مما تأكلون منه ويشربوا مما تشربون، بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. ادي اللي قالوا بشرية هم اللي حرموا الخصوصية مع الرسل كلهم، وكذلك مع الشيخ. اول ما يروح يشوفه كده يلاقي يقول له ده ولي، يخش عليه يلاقيه اعمى، يلاقيه عاجز، يلاقيه مشلول، يلاقيه اي، يقول لك ما لو كان ولي كان نفع نفسه، يوم ايه يرفض ينتفع بيه. مش ده اللي بيحصل؟ طب هو سيدنا ايوب كيف فقد هذه الاشياء ثم وفيها؟ هو نبي كان كده. فاللي يدخل على سيدنا ايوب وهو عيان مريض وفقد اهله وماله وما عندوش اي حاجه، يوم ايه لما يشوف المنظر ده يقول لا ده مش نبي، ما لو كان نبي كان نفع نفسه فضلا عن انه ينفعني، يروح يسيبه يديله ضهر، يبقى هيفقد الانتفاع من سيدنا ايوب. مش كده برضه؟ ده اللي بيحصل. ده نفس الحكايه، قاعد يسمع على الشيخ فلان حاجه كبيره، اول ما راح لا راجل كده قاعد مربع ولا بتاع وبيعطس ومش عارف ايه وعينه مطروفه وعينه حمراء وطالع له دم في ودنه. ايه ده؟ ايه ولي ده؟ ايه ولي ده اللي يجيله اسهال ده؟ ما ينفعش ده، يوم ما يستفدش بيه. كل اللي بقوله لك ده انا سمعته من الناس، والله سمعته من الناس، خدناهم للاوليه، خدناهم للاوليه ايام ما كانوا عايشين. يقول ولي ايه بس اللي قاعد في الحته في الحاره دي وزقاق من جوه؟ زقاق يا عم، لو كان ولي ما انت عايزه يسكن في الزمالك؟ حاجه غريبه قوي. هو راضي بقدر الله فيه، عشان كده بقى ولي، حيثما اقامه رضي فبقى ولي. فهمت ازاي؟ ادي المساله، الحكايه سهله، اصل الولايه يعني عايزه يعني كمال استسلام وتفويض وتوكل على الله ورضا وقناعه وحب الخير للناس، عايز كده، خلي قلبك كده تبقى ولي، حكايه سهله. فلم يقع بقلبه من محمد بن الفضل ما اعتقد، فرجع الى ابي عثمان وساله فقال كيف وجدته؟ فقال لم اجده كما ظننت، انا كنت حطيت له صوره في ذهني لقيته مش زي الصوره اللي انا حطيتها في ذهني. فقال لانك استصغرته، وما استصغر احد احدا الا حرم فائدته. ارجع الي بالحرمه. فرجع الي عبد الله فانتفع بزيارته، لما راح بقى بالحرمه والاحترام والتماس العذر ربنا بقى ايه اجر الخير عليه. ومن المشهور ان عمر بن عثمان المكي راى الحسين بن منصور يكتب شيئا. الحسين بن منصور اللي هو مين؟ الحلاج، مش كده برضه؟ الحلاج. ومن المشهور ان عمر بن عثمان المكي راى الحسين بن منصور يكتب شيئا فقال ما هذا؟ فقال هو ذا اعارض القران. فدعا عليه وهجره وقال الشيوخ انما حل به بعد طول المده كان لدعاء ذلك الشيخ عليه. يعني هو بيقول ايه؟ حاجات اعارض بها القران، يعني ايه؟ يعني اجيب معاني القران واكتب قدامها شعر يقابلها. فقام الشيخ قال له ما تشغلش نفسك في الحكايه دي، انت اشغل نفسك في حاجه احسن. فما رضاش يسمع كلام، فدعا عليه وهجره، دعا على تلميذه. فبيقول لك اللي حصل له بعد كده من مقام الفناء وسوء الظن به من الناس، لما قال ما في الجبه الا الله وضربوه وعملوا، كان بسبب ايه؟ بسبب دعاء هذا الشيخ عليه. وان كان هو عند الله برضه راجل كويس، لكن برضه ربنا دوقه ايه؟ عقوقه بهذا الشيخ، دوقه له. لان اصل الوالي مش معصوم، يعني برضه الحلاج ما هو ولي لكنه مش معصوم. فكرك يعني لازم يكون معصوم؟ ابدا، المعصوم هو النبي بس، الانبياء المعصوم. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله تعالى يقول لما نفى اهل بلخ محمد بن الفضل من البلد دعا عليهم وقال اللهم امنعهم الصدق، فلم يخرج من بلخ بعده صديق. سمعت احمد بن يحيى الابيوردي يقول من رضي عنه شيخه لا يكافئ في حال حياته لئلا يزول عن قلبه تعظيم ذلك الشيخ، فإذا مات الشيخ أظهر الله عز وجل عليه ما هو جزاء رضاه، ومن تغير عليه قلب شيخه لا يكافئ في حال حياة ذلك الشيخ لئلا يرق له، فإنهم مقبولون على الكرم
فإذا مات ذلك الشيخ فحينئذ يجد المكافأة بعد. يعني بيقول لك لما بيعظم واحد شيخه وشيخه بيرضى عنه ما بيجدش بركة كده في حياة شيخه، يجد البركة بعد وفاة شيخه، عشان ربنا يجعل حرمة الشيخ بعد وفاته كحرمتي في حال حياتي. ثم تقول يا سلام، هو كده. يعني الدكتور علي جمعة كان بياخد بيطلب العلم على السيد عبد الله الصديق الغماري، كان ساعات يكسر عليه الأسئلة، واحنا كنا نبقى حاضرين سنة 80 81 الكلام، فقام الشيخ عبد الله يقول له ايه، يا شيخ علي اصبر، انت بكرة هتبقى شيخ كبير. كان يقول له كده، ما كناش نعرف انه يعني هيبقى المفتي، وبعدين بقى المفتي، شوف بعدها بكام. الكلام ده كان سنة 80. فيعني ايه، المشايخ بيبقى ليهم نظرة، فما بيلاقيش بركة الحقاوة. الشيخ عبد الله مات سنة 93، حد ما كانش الدكتور علي لسه مفتي، لكن بقى مفتي بعد ما مات بقد ايه، وهكذا. دي امثلة، بدي لك امثلة من الواقع الحي اللي انت عايشه، لامثلة عايشينها. فيعني الواحد تملي ما يجدش البركة رضا الشيخ عنه الا يمكن بعد وفاة الشيخ، عشان ايه، تكسر حرمة الشيخ. ولما الشيخ يغضب ربنا ما يعاقبش التلميذ بسبب غضب الشيخ عليه في حال حياة الشيخ. ليه؟ لانه لو عاقبه الشيخ هيشوفه كده يصعب عليه يقوم يدعيله، لانه اهل كرم، وربنا يريد انه هو يجري عليه هذا ايه، علشان حرمة للشيخ يقوم يعملها فيه بعد ما الشيخ يموت حتى لا يرق عليه. شفت بقى المسألة؟ فربنا يعني يكرمنا جميعا بالأدب مع المسلمين جميعا وأهل العلم خصوصا. انت بتلاقي الناس قاعدين على القهوة ما يعرفوش اي حاجة، قاعدين معترضين على المفتي وعلى شيخ الازهر وعلى العلماء وعلى مش عارف ايه، وهو مش حافظ القرآن اصلا ويعترض، يقول لك شفت الشيخ طنطاوي قال امبارح، وياخد نفس من الشيشة، وبعدين يكح ويعطس ويقول له لا ده انا قريت في مجلة مش عارف ايه انه بيقول كذا. مشايخ سلطة لا حول ولا قوة، وياخد نفس من الشيشة. الله، ده اسمه كلام؟ ده اسمه كلام؟ طب ما ربنا ابتلاك بالشيشة لانك اعترضت على رموزك. ما دي الرموز، دي هم دول المشايخ اللي ربنا ارتضاهم لك في هذا الزمن، احترمهم والتمس لهم الاعذار وخلاص. ولو عملوا حاجة انت شايفها مش مستفاغة، قل لعلهم عندهم وجهة نظر، لعلهم شايفين حاجة معينة هم بيدرؤوها بهذا، ربما احسن الظن بالناس مش هيجرى حاجة. افرض هو بقى بيعمل كده غلط وانا احسنت الظن بيه، مش يبقى احسن لي امام الله حتى لو بيعمل كده غلط وانا احسنت الظن بيه؟ احسن ما يكون بيعملها صح وانا اسأت الظن بيه، مش كده برضه؟ ودي اهل قرآن واهل فضل وعلماء. وعلشان كده الامام ابو حنيفة كان يقول اللي بيحتقر عمة العالم ويقول عليها عميمة كفر، لان صارت العمة رمز للعلم الشرعي، فمن استصغرها كأنه بيحتقر الشرع، ومن احتقر الشرع كفر. شوف قد ايه، ده كلام الامام ابو حنيفه. وانت الوقت كل الناس للاسف المسلمين اعترضوا الجرأة والاعتراض على علماء المسلمين المشاهير، يقول لك اوعى تاخد كلامك من المفتي، لحسن ده بيقولوا المفتن. طب امال لما مش هاخده من المفتي هاخده منك انت؟ طب سمع كده ربع من القران ما يعرفش، ولو حافظه بيقرا غلط، ولو بيقرا صح مش فاهم معناه، ولو فاهم معناه مش فاهم تطبيقه، ولو فاهم تطبيقه مش فاهم وقته. ده بينه درجات كبيرة فين على ما يعترض. وعشان كده بتلاقيهم مطرودين. مطرودين من ايه؟ من الفائدة. يحرم الفائدة، يحضر خطبة الجمعة ما يستفدش بيه، يحضر الدرس ما يستفدش بيه، يحضر مش عارف ما يستفدش بيه، يفضل لافف كده يقول لك انا بلف بقالي 20 سنة على المشايخ ما وجدتش الكلام اللي بتقولوه ده. لان العيب فيه، العيب فيك انت قاطع الاسلاك بتاعتك، مفيش توصيلات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته ومشايخنا وعلمائنا وكبرائنا والمسلمين أجمعين. ونقف على باب السماع يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون. وأقل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.